ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام، ولسه مكملين مع احدث شيحات الشنط الهاند ميد. لو اتكلمت عن الشنط الهاند ميد مش هتكلم من النهارده لغايه بكره. طبعا الشنط الهاند ميد ديت بتعتبر طبعا تعب ومجهود برضو. كمان ازاي اخرج من جلد طبيعي اعمل منتجات واشكال كويسه جدا. الخامات والماتيريال والفينش كويسه جدا. طبعا انا مش هتكلم، هدخل في الموضوع على طول مع صاحبه بيج رباب، استاذه رباب صفوت، صاحبه بيج ميانتو ليزر هاند ميد. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه رباب. اهلا بحضرتك. عايزه اتكلم عن الشنط الهاند ميد، وبصراحه شنط كويسه وازاي بتطلع بالمنظر الجميل دوت انا مش عارفه. اشرحي لنا بقى اولا، عرفي لنا الساده المشاهدين بحضرتك وبعد كده نخش في الموضوع. انا مدام رباب. بدات في الموضوع كده تقريبا بالصدفه البحته من 3 سنين ونص تقريبا. جت الموضوع كله جاب الصدفه ان انا شفت اعلان في حاجات بتتعلم للجلد الطبيعي الهاند ميد واكسسوار وخرز ومعرفش كل الكلام اللي حضرتك عارفاه. بس الحاجه الوحيده اللي انا ما عنديش فيها اي معلومه خالص كانت الجلد، فقلت اجرب يعني. تمام. فبدات زي كل الناس بجرب في محفظه، فكل يوم قاعده انيم الولاد بالليل واقعد بقى انا مع نفسي اشوف هعمل ايه. حاجه في الثانيه في الثالثه لقيتها طلعت معايا يعني كويسه. جوزي كل يوم يجي يقول لي بتعملي ايه، بعمل كذا، يقوم جاي معايا نقعد احنا الاثنين نفكر نبتكر نعمل. فبدانا واحده واحده الموضوع، او الموضوع ده شيق اساسا، فواحده واحده بدانا ان احنا شيق. شيق جدا ان انت تطلعي شنطه بالشكل ده شيق، ده تعب ومجهود جدا. هو تعب ومجهود بس يعني ليه حلاوته. تخيلي انت في ايدك حته جلد ملهاش اي معنى بتوصلي بيها المرحله من المراحل اللي حضرتك شايفاها. حباه. غير ان الجلد الطبيعي دلوقتي مطلوب جدا وليه سوقه بقى، يعني مطلوب في كل حته، مش في مصر بس، حتى في الدول العربيه والدول الاوروبيه هو مطلوب بره جدا. خلي بالك والله يا استاذ رباب، احنا بنجيب شنط وبنجيبها باسعار غاليه جدا، وللاسف مع مرور الوقت بتقشر وبتبوظ. ما هي دي المشكله فعلا، ما شفناش احسن يعني من الجلد الطبيعي. هي دي المشكله، دي شنطه بتعيش معاكي العمر يعني. بصي، شنطه اولا من الخياط اليدوي والماتيريال والبتاع، مفيش حاجه اسمها هتقشر، مفيش حاجه اسمها هتقطع، مفيش حاجه. جميل. لان احنا ما بنشتغلش بخيط زي خيط المكنه بتاع العادي، ده خيط بيبقى نوع معين فبيبقى تقيل، فصعب ان هي تتقطع. انت مثلا اللي بتخيطيها احنا اول بدانا كنا بنشتغل كل حاجه بايدينا، وبعدين واحده واحده لما ربنا الدنيا وسعت وربنا كرم في الموضوع ولقينا الدنيا ماشيه معانا كويس بدانا نفتح ورشه. فتحنا ورشه، انا من اسكندريه اساسا، فالورشه كانت في منطقه اسمها مرغم، هي اصلا زي منطقه صناعيه. ففتحنا فيها الورشه هناك وبدانا نشتغل، وحبه حبه فتحت مكتب في محطه الرمل في صفيه زغلول. وحاليا معايا ناس طبعا بمرنهم، لان انا بطلع شغل يعني زي انتاج والمحلات وكده، فطبعا مش هقدر اطلع الكميه دي كلها لوحدي. فبنجيب ناس بندربهم على شغلنا وعلى الفينش بتاعنا وعلى الخياطات بتاعتنا، وابتدينا نشتغل بالطريقه ديت، والحمد لله المجال واسع يعني. طبعا في كل يوم تقدري تطلعي حاجه جديده، كل يوم تقدري تطلعي ابتكار جديد. الجديد اللي احنا عملناه في الجلد الطبيعي ان احنا عملنا الوان، هي كان دايما المعروف في الجلد الطبيعي الهافان البني الاسود. دلوقتي لا، ما بقاش في الكلام دوت. انا شايفه الليبيتشي يعني. بصي حضرتك ممكن تمسكي الشنطه دلوقتي استحاله هتكتشف ان هي هاند ميد غير لما حد يقول لك. لا انت جميله شايفاها ما فيهاش الستايل بتاع الهاند ميد القديم فعلا. يعني الشنطه اللي هي زي الحمراء دي برده حاجه جديده. جميله دي. فاحنا لما بنيجي نشتغل دلوقتي كل المجال فيه دق وفيه حفر وفيه ليزر وفيه حاجه زي 3D اللي انا عاملاها الجديده، زي اللي هي الورد وعليها الفراشات وعليها الفراشات وعليها الكلام دوت والحفر الليزر والتفريغ. فالدنيا واسعه، كل يوم تقدري تطلعي في الحريمي وفي الرجالي كتير جدا. تمام. وفي حاجات بيبقى احنا بتبقى صبغه يدوي زي ديت، وفي حاجات بتبقى صبغه مدابغ، يعني هي مدبوغه في المدبغه ومصبوغه على صبغتها. بس دلوقتي الدنيا بقت زي ما بقول لك كده انها واسعه، ما بقتش زي زمان. تمام. مش بقتش صبغه يدوي وخلاص على كده. اللي شايفاه كمان يا استاذ رباب ان البيج بتاع حضرتك بيتناول برضو الاعمار، مش سيدات بس، لا ده في بنات وشباب ان هم ممكن ياخدوا من الحاجات دي برضو. ايوه طبعا، احنا بنعمل شنط ويست، وبعمل شنط للاطفال، وبعمل شبابي، وبعمل ستات كبار، يعني زي الشنطه السوداء اللي هناك ديت. زي الشنطه ديت مثلا، في الشنطه دي، الشنطه دي الناس كلها بتاخدها، مش مجرد بس الكبار او لا برضو يعني ستايل ماشي. ستايل ماشي الكل.
فلازم انوع ولازم، وعندي حاجات رجالي كتير بس انا عشان الوقت كان ضيق ما قدرتش اطلع في رجالي غير دي، وحتى هي اصلا اوردر يعني، بس انا جبتها لكم تشوفوها معايا. عايز اعرف منك بقى انت ايه اول حاجه عملتيها ومين عجبه شغلك وشجعك عليها؟ اول حاجه عملتها اللي هي البورتوفيل اللي قلت لك عليه اللي كنت بتعلم فيه. وبعد كده عملت شنطه كنت شايفاها وعجباني وعايزه اشتريها، وبعدين فبقول له جوزي قام قايل لي طب تشتريها ليه، تعالي نعملها. فنزلت جبت الجلد ورحت عملناها وطلعت حلوه جدا. من هنا بدات الدنيا يعني الحماسه تشتغل يعني. فجيت في يوم معديه كده في محطه الرمل قدام محل بيبيع كل حاجه جلد طبيعي، فلقيت ماما بتقول لي ايه ده الحاجات دي مش حلوه اللي انت بتعملوها احلى، فطب ما تشوفي يمكن ياخد منكم شغل. فدخلت بتكلم معاه قال لي وريني عينه، من عينة للتانية الدنيا مشيت بدأ ياخد مني شغل. طب ايه طب ما نيجي نفتح بيج او نفتح جروب. فتحنا البيج، بعدين البيج بقت ورشة، والورشة بقى مكتب، والحمد لله الحمد مشي الحال ومشيت الدنيا. بص هو لولا ان حاجه حضرتك كويسه كويسه والفينش والماتيريال كويس، لولا ان الدنيا مشيت الحمد لله. طبعا طبعا اللي بيدخل السوق ده لازم يكون حاجته مميزه وحاجته كويسه بالظبط، مش اي حد ان هو حاجته تتاخد. فلولا اللي حضرتك بجد مجتهده في شغلك، لولا ان الورشه بقت مكتب والدنيا مشيت. بصي هو الموضوع عايز فينش نظيف جدا، الماتيريال تكون حلوه مش اي يعني. في جلد طبيعي كتير بس مش كل الجلد الطبيعي برده بيكون حلو يعني. هتشتغلي عليه هتعرفي الفرق. فالماتيريال حلوه، الشغل نظيف، المعامله برده مع الناس لازم تكون كويسه. كل ده بيخلي الواحد عنده مجال واسع ان هو يوسع الدنيا، يوسع طبعا المجال بتاعه. طيب فاحنا بنحاول كده على قد ما نقدر بتحاولي تظبطي. طب انا ما افهم من كلام حضرتك ان انت واخداه هوايه بجانب ان انت برضو خدتي كورس فيه صح؟ لا ما خدتش كورس. هو كورس؟ انا اللي علمني تقريبا الموضوع او هو اللي جاب قرار الموضوع كله كان جوزي بقى، لما جه وقعد وبدانا يعني نشوف الموضوع. هو من النوع المتطلع جدا وعلى طول متابع وعلى طول مش عارفه ايه، بدانا نتفرج على فيديوهات وبدانا، وهو عنده خلفيه كويسه جدا عن الحاجات اليدوي كلها، عن الحاجات اليدويه. فبدانا بقى هو بصراحه اللي علمني يعني تقريبا كل حاجه يعني. فواحده واحده لما خلاص بقى عندنا خبره في الموضوع، مش زي الاول طبعا، مش زي اول ما بدانا يعني. لا بس المشكله ان الموضوع ان هو عايز ده دايما عشان تبقي موجوده على الساحه، انك دايما تكوني بتطوري في نفسك، دايما بتعملي جديد. لازم كل يعني كل اسبوع كل اسبوعين بكتير لازم اكون منزله موديل جديد سواء في الحريمي او في الرجالي، عشان الدنيا تفضل شغاله دايما، يبقى عندي تنوع، ما يبقاش هم موديلين ثلاثه اللي بشتغل عليهم. لا وكمان الناس هتمل يعني، انت لما طبعًا تعملي نفس الستايل نفس الستايل الناس هتمل خلاص بقى طبعًا. احنا عايزين الجديد، وكل ده كل دقيقه بتنزل اشكال والوان وستايلات مختلفه، فلازم بالزبط نواكب العصر اللي احنا فيه. بالظبط بالظبط بالظبط. طيب انا برضو عايزه اعرف من حضرتك ازاي اختار الشنطه اللي تناسب لبسي؟ بصي كنا زمان اللي هو ايام السبعينات والكلام ده، كنت تلاقي الشنطه والشوز والاثنين زي بعض بالظبط، وما كانش فيه شنط اللي هي فيها رسومات ولا بتاع، هي كانت الشنط ساده بس لازم الشوز زي الشنطه. دلوقتي ما بقاش الامر كده يعني، احنا اغلبنا تمام. برضو في الاخر في وقت الجد بنضرب الكوتشي وبننزل احنا دلوقتي العصر السريع بالظبط كده، الدنيا سريعه. فدلوقتي احنا بنحاول بس نعمل ماتشنج يعني، مثلا الطرحه مع الشوز مع حاجه من الشنطه، فالدنيا بتبقى حلوه وبتمشي. الشنطه مثلا يعني شنطه زي ديت هي بيبي روز في بني، بس جميله جدا، ممكن هلبس عليها شوز بني وممكن هلبس عليها روز، في الحالتين انا ماشيه تمام. اكيد على الكشميرات طبعا، على الكشميرات على الروز على البيبي روز كل الكلام دوت يمشي. الشنطه زي الحمراء دي على الجينسات يعني، لو لابسه كوتشي ولابسه جينس ولابسه كل الكلام ده هتليق هتليق يعني، اللي كل مناسبه ليها الشنطه بتاعتها طبعا 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 يعني. والشنط يعني الجينز والنادي والكلام دوت هيبقى ليه شنطه غير لو نازله مشوار بعد الظهر مثلا او رايحه في حته بعد الظهر، هتختلف الدنيا تماما اكيد يعني. طيب احنا ده لما دخلنا برضو على البيج بتاع حضرتك لقينا كميه ريفيوهات كبيره جدا، ما توقعناش ان حضرتك صاحبه البيج ده سنك صغير. احنا قلنا بقى لا ده احنا هتجيلنا بقى الاستاذه بقى رباب سن كبير ويبقى بسم الله ما شاء الله عليها يعني كبيره سنا ومقاما طبعا. فتره يعني انا بقالي 3 سنين ونص شغالين في الموضوع دوت، بس 3 سنين ونص برضو يعني الخبره جت في الثلاث سنين ونص. ما انا بقول لك بصي هقول لك على حاجه، يعني دايما ايه كل واحد بيشتغل في حته هو شاطر فيها يعني، دايما تلاقي واحد شاطر قوي في حته هو بيتحط فيها. فاحنا لما جينا اشتغلنا بوسعنا الدنيا يعني، بقيت انا مثلا وجوزي
واخوه حسام شغال معانا، كل واحد شاطر في حته بيشتغل فيها. فكده انت بتعرفي تطلعي انتاج اكتر، وبتعرفي تستوعبي الناس اكتر. انا عندي نوع من انواع ان انا ممكن يعني ممكن اتابع مع حد ليه حاجه في خياله لحد ما تتعمل، زي مثلا الشنطه دي او الشنطه دي الزرقاء ديت، دول هي واحده رسمه خيالها في حاجه في حته معينه هي بس. بس الناس اللي بتبقى بتتعامل كتير عندها ثقه، فبتقول لك ايه، بتديكي الفكره وبتقول لك اشتغلي لي بقى على ذوقك. تمام. على ذوقك دي بتحملك مسؤوليه ان انت لازم تطلعي لها الحاجه بيرفكت. طبعا 100% بالظبط، بتحملك امانه اصلا. بالظبط. فانت خلاص، بس هي اتعاملت معايا مره واثنين وثلاثه قبل كده، فخلاص هي لاحظت ان انا بطلع لها الحاجه كويسه. فانت بتحققي طموحات ناس، يعني كل واحد حلمه في شنطه معينه بيفكر فيها او عايزها بمنظر معين او بلون معين. مجرد ان هو بيجي يتكلم معاكي شويه انت خلاص فهمتي الفكره وفهمتي المضمون، وعايز فبتطلعي إيه؟ فبتطلعي كل واحد بفكره، فدي بتدي مساحه للناس اللي هي ايه يعني بتدي نوع من انواع الثقه، وفي نفس الوقت بتعمل حاجه نفسها فيها مش هتنزل تلاقيها في السوق. وحاجه هتعيش معاها على طول يعني. اكيد اكيد. برضو انا من كلام حضرتك عرفت ان حضرتك مش لوحدك، انتوا فريق برضو بيشتغل وكل واحد له اختصاصه. بالظبط كده. بتوزعي الاوردرات عليهم ازاي بقى يعني؟ مش توزيع اوردرات، هو بيجي الاوردر بنبتدي بنسجله مثلا على الكمبيوتر يعني احنا شغالين قبل. معلش استاذنك، معنا مداخله دكتوره نجلاء. اهلا وسهلا. الو الو، اهلا وسهلا دكتوره، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا اهلا، ومبسوطه قوي ان انا شفت نماذج محترمه من الصناعه المصريه، وخصوصا في تخصص جميل وتخصص حيوي زي صناعه الفلوس. والحقيقه يعني انا اتعاملت مع رباط وميانكو ولقيت ان هم الحقيقه بيريحوا العملاء جدا. تمام تمام. قولي لنا بقى الفينش والماتيريال والخامات، ايه رايك فيهم؟ الفينش ممتاز. وكمان هي رباب كمان عندها حاجه كده زي ما بيقولوا متميزه جدا او مش موجوده في اي حد تاني في نفس مجالها، انها بتخلي العميل يحط البصمه الشخصيه بتاعته. لسه كانت بتتكلم في الموضوع ده. ليه؟ لان انا مثلا بحب حاجه معينه، عشان انا مثلا طويله شويه او حابه مثلا نظام معين يكون مثلا جيب داخلي بيضيع مني المفتاح. الموبايل حطه لي في حته كده انا اللي بحط ايدي وباخدها. يعني عامله الشنط والحاجات الجلديه بتاعتها اللي زي ما بنقول كده ايه، منظمه مش شخص صاحبها. بتنظم حاجتها، مش نسخه موجوده. مش نسخه موجوده في السوق. وبعدين لما بلبس الشنطه دي بحس ان انا ايه، مفيش حد لابس زيها، لان انا ببساطه اللي بتنفذ لي الفكره نفسها. تمام. ده غير بس برضو في حاجه برضو لطيفه قوي، ان هو انا بشتري اي حاجه جلديه من بره يقول لك ده وحصل فيها اي مشكله. بتقول لك لا احنا ما بيفتحوش باب الصيانه، لكن رباب ما شاء الله عليها حلو قوي. بنتكلم على فكره الصيانه ديت، احنا خدمه مع بعض البيع. ده حلو جدا، مش عند ناس على فكره كتير الموضوع دوت. يعني خلاص انت خدتي الحاجه بقى اتصرفي بيها، استعملي بقى. والحمد لله هي دايما بترعى المنتج بتاعها معانا. عندي مثلا حاجه انا مثلا حسيت انها مش مريحه في حاجه معينه مثلا في استخدامي انا، فبتقول لي لا ابعتيها لي وانا هظبطها لك يعني. طيب. ودي حاجه جميله قوي قوي. اشكرك يا دكتوره ومتشكره جدا لمداخلتك الجميله. الله يخليكي. وفكره الجلود دي صناعه موجوده من ايام المصريين زمان. طبعا. والقدماء المصريين ما قطعوش عننا بمحبتهم، والفنانين موجودين في مصر. الحمد لله. من ضمنهم استاذه رباب. من ضمنهم استاذه رباب. وطبعا رباب ما شاء الله عليها شاطره في مجالها، وبنها ست كمان، ده موضوع تاني بقى يعني، فعلا للمرأة والتنمية المستدامة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أشكرك يا أستاذة الدكتورة نجلاء. احنا مسجلين. شكرا يا فندم. طبعا كمية الكلام اللي الدكتورة نجلاء عايزة تتكلمه كتير جدا. ده يدل على حبها فعلا لشغلك، وان هي فعلا الشغل يستحق ان الكلام نتكلم عليه الكلام الكويس ده. بصي، هو في حاجة بتحصل الحمد لله، ان أشكرك. اللي بياخد مني يعني شغل مرة بيغيب وممكن يجي ياخد مني تاني، يغيب ياخد تالت، ويغيب خلاص هو بقى عارف المكان وعارف الحاجة بتوصل له زي ما هو عايز. وعارف ان هو لو وصلت وما عجبتهوش رجع، ما عنديش مشكلة.
حاجه قعدت سنه عندها وبعد السنه حصل فيها حاجه او هي عايزه تظبط فيها حاجه مفيش مشكله. كنت لسه هكلمك على الموضوع ده. مفيش حد على فكره لا ان هو ان انت بتدي له شنطه وبعد كده لو حصل فيها حاجه بيرجعها وانت تظبطها له. لا لا عادي جدا انا بعمل كده. ده ممكن اغير جداً. فيها حاجات واشيل منها حاجات واقلبها حاجه ثانيه. يعني بصي هقول لك على حاجه لما تشتري حاجه انت حباها وعايزه تفضلي ثابته رجلك فيها بتعملي فيها على قد ما تقدري. من ضمن من اهم الحاجات ديت ان ازاي العميل يكون راضي عن الشغل اللي هو بياخده. ازاي ان هو هياخد منك حاجه ويرجع ياخد منك الحاجه تاني. اكيد. ازاي توفري له حاجه نظيفه وكويسه وسعر في متناول الايد برده ويقدر عليه وخدمه ما بعد البيع. هو عايز ايه تاني اكتر من كده؟ هو اهم حاجه في المصداقيه استاذ رباب في كل حاجه. بالظبط. واحنا صراحه شفنا مصداقيه كويسه جدا. الخامات والشنط قدام الساده المشاهدين اهو. يعني الحاجه اللي بتوصل لك من على السوشيال ميديا هي نفس اللي بتوصل للعميل. الخامات كويسه والتقفيل كويس والماتيريال عالي جدا. فبصراحه استاذ رباب يعني انا بشكرك على الحاجات الجميله دي خصوصا ان انت بتحبي تنوعي. ده الموضوع ده كويس جدا. يعني انا طول عمري اعرف ان الشنط الجلد الطبيعي هي ستايل معين. صراحه انا اول مره اشوف الاشكال دي. لا في على فكره انا عندي موديلات كتير يمكن هي بتظهر على الشاشه واحنا قاعدين على الشاشه. بس طبعا مساحه الوقت ضيقه وانا ما عنديش موديلات كتير متوفره ان انا اجيبها. يعني بصي الموديل اللي وراكي ده بخشب الجناب دي خشب. ففي افكار كتير عشان كده بقول لك في افكار كتير جدا جدا جدا. مدخلاتك كتير يا استاذه رباب. الو الو السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذه هبه. اهلا وسهلا بحضرتك. نورتي اسرار الحياه يا فندم. ميرسي جدا ميرسي جدا. سعيده يعني بالتواصل معاكم وسعيده اكتر باستضافتكم لفنانه مبدعه زي رباب. يعني اكيد اكيد. الله يخليكي يا هبه. ربنا ايه اخبار ميانتو بقى مع حضرتك؟ احنا عايزين نعرف. ميانتو تقريبا احنا دلوقتي بنتعامل بقالنا حوالي يعني سنه ونص او سنتين مش فاكره بالظبط. يعني من كتر التعاملات ما شاء الله لانها اتكررت كتير جدا مش قادره افتكر المده اللي بدانا نتعامل فيها بالظبط. بس فاكره اول منتج يعني خدته من ميانتو هو معايا في شنطتي دلوقتي. يعني بالحقيقه يعني ناس مبدعين. المنتج اللي بتاخديه منهم بياخد من روحهم ومن احساسهم يعني زيه زي اي منتج يدوي. يعني شيء طبيعي. الحاجات الهاند ميد دي بيبقى لها واقع تاني واحساس مختلف عن الحاجات اللي هي الريدي ميد او الحاجات اللي بنشتريها جاهزه من المحلات. يعني رباب انسانه مبدعه على كل المستويات. يعني على المستوى الفني كفنانه بتطور في نفسها. ما فيش يعني ممكن المنتج اخده منها مثلا الشهر ده الاقي الشهر اللي وراه نفس المنتج بس بقى ايه بشكل تاني بديزاين جديد. بتطورات تصميم. جديده. مبدعه على المستوى الانساني كحد. يعني بصراحه عندها مهارات تعامل وتفاوض رائعه. يعني ممكن تفضل مع العميل ايه حبالها طويله قوي قوي قوي. صبوره جدا. أكيد. بيعجبني فيها ان هي بتقدم برضو للعميل ايه مقترحات. يعني انا مثلا من العملاء اللي ببقى متردده قوي وببقى حاسه ان انا مثلا مختاره حاجه لان انا طبعا مش ما بيبقاش خبيره قوي مش عارفه ممكن الحاجه دي تطلع حلوه ولا لا. هي بتديني رايها وفي الحقيقه والله ما بيجلش معايا خالص. دايما ارائها بتبقى في الصميم لان هي بيبقى هاممها قوي ان المنتج يطلع كمان خبره. ايوه بيبقى مهم بالنسبه لها ان المنتج يليق بيها وباسم المكان أكيد. بتاعها المصداقية. مش الفكره بالنسبه لها مش بيزنس خالص. يعني هي فعلا فنانه شامله. تعامل مستوى يعني سواء على المهاره الفنيه في المنتج بتاعها تمام. او على المستوى الشخصي والانساني في التعامل. يعني صبوره الى ابعد الحدود. في الحقيقه يعني انا يعني رباب بدات معاها كعميله. النهارده سعيده جدا ان انا حد من المقربين ليها. اشكرك يا استاذه هبه. وطبعا دي شهاده استاذه رباب تعتز بيها. على فكره موضوع التطوير ده دايما بيعمل مشكله. يعني مثلا حد جاء اخذ شنطه وبعدين جات لي فكره ان انا اعمل سوسته في الظهر. فيجوا لي في الكومنتات احنا عايزين السوسته. طب خلاص انا طورت وزودت حاجه او دورت وعملت حاجه زياده. فدايما لازم في حد بيجي بيقترح لك مثلا بيقترح عليكي حاجه انا عايز سوسته من الظهر فبعملها بلاقيها حلوه بثبتها. حد عايز مثلا زي مدام نجلاء دايما بتحب من جوه يبقى في حلقه تعلق فيها المفاتيح. انت بتعملي كل واحد تفاصيله بدماغه بروحه بكل حاجه. عارفه بقى انك دايما مثلا تلاقيهم ماسكين الشنطه
رايحين جايين بيها خلاص. هم هي قلت لك انا معايا شنطتي كده. هم مرتبطين بيها ليه؟ هي موفره لهم كل احتياجاتهم اللي هم محتاجينها او اللي هم عايزينها. فهم خلاص يعني طالما معاكي حاجه انت محتاج كل احتياجاتك متوفره فيها مش هتفكري تغيريها. هي مشكله جدا ان انت تاخدي شنطه وتحطي كل حاجتك فيها مش منظمه من جوه. انت عشان تطلعي المفاتيح او تطلعي الموبايل بتاخدي وقت كل واحد فيها. بقى حسب يعني العائل كل واحد بيقول لك انا عايز من جوه كذا يعني طالما متاح ان انا اعملها بعملها. عايز اغير الرسمه ما عنديش مشكله. عايز اغير اللون ما عنديش مشكله. لكن يجي مثلا عند حته المقاس انا ما بينفعش اغير مقاس كل شويه. لا لان مقاس كل شويه يبقى انا هغير التصميم من اوله من اوله لاخره كاني بعمل تصميم تاني من اوله جديد. عندنا التصميم الجديد عشان يطلع ما بيطلعش بالساهل. يعني التصميم الجديد دوت بيتعمل الاول تصميم ويتعمل له باترون وبعدين يتجرب وبعدين يتشاف ايه عيوبه وبعدين يتعدل وبعدين يتعمل تاني. فعشان اطلع تصميم جديد كل يوم يعني انا المشكله اللي عندي ان انا كل يوم حد جايب لي شنطه وعايز زيها جلد طبيعي جايب لي. انا ما اقدرش اطلع ان كل يوم شنطه جديده موديل جديد. ما فيش الوقت يعني الوقت والقدره على كده طبعا حاجه صعبه. طبعا احنا طبعا الوقت مش متاح اللي احنا كل يوم تصميم جديد. هو التصميم الجديد اصلا بياخد وقت. عشان تطلعي تصميم جديد يوم ما تقولي انا انجزت هاخد اسبوع وما بعملش حاجه غيره. فاهمه قصدي؟ عشان اطلع حاجه ما فيهاش عيب يعني بصح مظبوطه. قبل ما بتودي الشنطه للعميل طبعا بتشوفيها لو فيها اي حاجه يعني بتفتشي فيها كده قبل ما توصل للعميل علشان لما توصل للعميل بتبقى يعني 100 100. انا بصي في حاجه بعملها من يوم ما اشتغلت ان قبل ما يعني قبل ما بشحن على طول او قبل ما ابعت الحاجه للعميل بصورها وابعتها له. تمام تمام. فيها حاجه هو بقى ما يعني ملاحظها او فيها خلاص بسيبها لحد ما اعدل له الحاجه اللي هو عايزها. وما بشحنش الحاجه غير لما باخد الاوكي على الصوره. وانا الصور بتاعتي لايف مش ما انا كنت لسه هقول يعني انت اللي بتصوريها وبتطلعيها على السوشيال ميديا. على فكره كل الصور اللي على الصفحه انا بصورها بموبايلي تصوير عادي جدا. ولا هو تصوير بروفيشنال يعني هو اللي بيوصل للعميل. هي تصوير الصوره على الطبيعه. احسن حاجه اللي هي الصوره اللي على الطبيعه دي توصل للناس زي ما هي. لكن الصوره اللي هي بتبقى فيها داخل فيها شوف فوتوشوب ومش عارف ايه والكلام ده بتبقى مبهره جدا في الصوره. ولما بتروح لا أكيد. لكن أكيد. انا المهم عندي ان هي لما تروح تبقى مبهره مش أكيد. مهم في الصوره ان هي تبقى مبهره قوي. والله يا استاذه رباب الحلقه بتاعتنا عدت بسرعه وبصراحه بامانه حضرتك مش عايزه حلقه واحده ولا حلقتين. حضرتك عايزه حلقات بالنسبه للشغل الرائع ده. انا طبعا اشكرك واتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق ان شاء الله. انا مبسوطه بمقابلتك والله وسعيده جدا. احنا اللي تشرفنا بحضرتك واسرار الحياه. الله يخليك يا حبيبتي. طبعا في نهايه حلقتنا احب طبعا تكون حلقه مفيده وممتعه للساده المشاهدين وتابعونا في حلقات كتيره جدا من اسرار الحياه.